كامل. الكهرباء تنتج الآن ما يقارب الـ 27 أو إلى 24 ألف ميجاوات، بس هاي شغلة الإنتاج، شغلة اللي يسوي عزيمة ويسوي أكل مال 50 وهو عازم 3، وين تروح بالأكل؟ وين توزع بالشارع؟ هاي الكهرباء الإنتاج وين خطوط النقل؟ الخطوط الرئيسية الناقلة وينها؟ الخطوط الجانبية وين؟ مجرد إنتاج الوزارة لهذا الكم الهائل من الكهرباء وعدم وجود خطوط للنقل، فهذا بحد ذاته هو ملف فساد. ملف فساد، وين التخطيط؟ مو ديوان الرقابة المالية، وين التخطيط؟ وين التخطيط؟ وين التخطيط؟ وين التخطيط؟ وين من أني هسه أجي من هسه أنا يعني من أنتج كهرباء وأني ما عندي خطوط توزيع، شنو الفائدة؟ الفلوس مال الإنتاج وينها ست العزيزة؟ فلوس الإنتاج وينها؟ وين راحت فلوس الإنتاج؟ هذه مو مصاريف من الدولة، مو من خزينة الدولة. أنت تفهم هذه النقطة، أنا أفهمها، أستاذ عباس يفهمها، المواطن يفهمها، لكن ديوان الرقابة المالية قال ماكو ذاك الفساد الكبير. لا هو ديوان تقرير ترى مليارات على وزارة الكهرباء ويقولون طبيعي. لا ترى يعني تقرير ديوان الرقابة كان للسنوات الماضية، وأعتقد هو لحد سنة 2013 أو 11 ما أتذكر، يعني أنا مطلع يعني شفت بقتها التقرير نشر بوسائل التواصل الإعلام، وأتذكر هو تقرير يتحدث عن يعني فترات سابقة. لكن الديوان الرقابة المالية يضع التدقيق للأرقام التي توضع بمستندات رسمية، أما الهيئات الرقابية اللي هي البرلمان والنزاهة والإعلام والجهات القضاء بشكل عام، هذه اللي معنية بالتحقيق في كل شيء. في أكو هدر للمال العام يؤدي إلى ضرر كبير في الدولة، يصل حكمه إلى 15 سنة، يصل إلى 7 سنوات. فأنت من تقول لي أو يعني الكهرباء من تقول بأنه أنتجت 27 ألف ميجاوات، وشنو يعني